هو ليه رومانسية بتروح كده بعد الجواز على طول؟ يعني بمعنى انك تلاقي الاتنين كده اتطفوا، في حاجة بردت ما بينهم. ممكن عشان الراجل خلاص بيكون خد كل اللي هو عايزه فخف الحماس، وهي كمان بتكون عملت كل نفسها تعمله، فالاتنين يرجعوا من شهر العسل زهقانين من بعض. صح، وساعتها بقى يدوروا على الخلفة على طول، هي حاجة تلهيهم ويتبسطوا بيها والساقية تمشي زي اللي بالتهديل. مش عارفة ليه بحس إن الجواز اللي زي ده بيبقى فيه حد غبي وحد ذكي. كل ما الوقت بيمر الذكي بيتحول لغبي، يمكن أغبى من اللي معاه كمان. أه والله أنت بتضحكي. هديكي مثال، مثلا تلاقي الذكي عايز يجدد، عايز يخرج، عايز يسافر، الغبي اللي قدامه يحبطه يقول له يلا نخرج، لا تعبان مكسلة بكرة، أصل أنا عندي شغل بدري، أصل العيال مش عارفة عملوا إيه. شوية بشوية تلاقي الذكي ده اللي عايز يجدد تحول لشخص غبي جدا، استسلم، زهق، سك، طنش، بطل يعمل مجهود. هو كمان ما هو يزهق، ما هو بني آدم بيزهق، فيحصل بقى فتور وجاب ما بينهم هما الاتنين، الحياة تقلب ضنك، مأساة. زي أبويا وأمي وأبوك وأمك. على فكرة هتحشر في كلامكم شوية. فضل. أنت بتتكلمي صح، مش الرجالة دي عايزة الحر. أيوة مش كلهم يا ساوز، أنت متحاملة عليهم أوي. طبعا بص على الحنة. الله حلوة قوي، تسلم إيدك، حلوة قوي. أنا عايزة زيها كده بس أصغر، ممكن؟ أوكي. ماله جميل سرحان كده ليه؟ شكلك كده في حاجة جديدة. بصراحة في واحد مشدود لي وأنا كمان مشدودة له. مين؟ حد عرفه؟ مين؟ إيهاب. إيهاب؟ جوز علياء؟ آه الله يرحمها. الله يرحمها. بس أنتي كنتي بتقولي إنه كان بيحبها قوي. آه بس يعني مش هيفضل كده على طول. بصراحة الواد اتشد لي وأنا كمان مرتاحة له. مرتاحة له قوي يعني؟ قلبك مرتاح له بجد؟ آه قوي. خلاص اعملي اللي انت عايزاه، بس ابوكي هيوافق؟ وما يوافقش ليه يعني؟ هو ايهاب واحد مراته ميتة وبس يعني، عادي. اه انا معاكي، بس انا معرفش طريقة تفكير ابوكي في الحاجات اللي زي دي ايه. بصي هو هياخد مني وقت صغير بس عشان اقنعه وبس. طب يا ساوسة ممكن تعملي حنة انا كمان؟ خلاص. أوكي. انا؟ اوكي ميرسي. اه خلصت كده انت. كان نفسي بقى تجيبولي بدلة رقص والبس بدلة رقص كده، بس انا كنت واثقه ان حماتي ممكن تقتلني. هو انت بتعرفي ترقصي اصلا؟ طبعا يا واد يا جاد. امال؟ طب قولي لي بقى يا جو، وضبتي نفسك؟ ايه الجمله؟ وضبتي نفسك كده اهو. قصدك ايه يا ساره وضبتي نفسك دي؟ على فكره عيب. عريس ودوني، انت هبله يا بنت. الله، على فكره هي هبله وانت قلت الادب. يا سلام قله الادب، على فكره انت مش قله الادب خالص. امال؟ على فكره انتوا الاثنين عبط. لا بجد. ازاي يعني؟ انا عارفه كل حاجه بتحصل حواليا، بس حطها كده في دماغي مدكنه. سلام والنبي. ايوه. عموما لو عاوزتي حاجه احنا في الخدمه يعني. ازاي؟ ازاي؟ لا فعلا ازاي؟ تهضري يا عيال؟ ليه؟ لا مش مش قوي يعني. مش عارفه المايك معاكي. صاحبتكوا ايه؟ ابره. قولي يا خبره سمعينا. اشجينا اشجينا اشجينا. في حاجات بتيجي بالخبره. ايوه اوكي. في حاجات بتيجي بالاحتكاك. ايه الاحتكاك ده يا ساره؟ ايه الاحتكاك ده بجد؟ ايه الاحتكاك يعني؟ ايه ده؟ ايه يعني ايوه وضحي لي يا ساره، حاولي توضحي لي انا مش فاهمه. يعني في ناس ايوه بيبقى في ما بينهم. عمرك ما قابلتي راجل كده يعني مش تمام يعني؟ من ناحيه ايه مش تمام؟ لا 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 انا عارفاكي يعني. اه كده صح انت. لا مش تمام يعني، راجل مقرف كده، اصوات بقى والحاجات المعفنه اللي قالتها. لا 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 انا بالنسبه لي اللي مقرف واصوات وحاجات وده يطلع بره ما يقعدش. صدقي انت عندك حق، دي فكره رائعه. انا هفكر في حاجه مهمه جدا يا بنات. ايه؟ انا ممكن اطرد عماد بره البيت من دلوقتي احتياطي لحاجه تحصل. انت بنتي ما بتصدقي، يخرب عقلك. حياتك وسلام بجد. مسكين عماد. مسكين؟ اه والله قوي. على فكره الموضوع ده يعني ممكن يعني مش ضروري يحصل بكره، يحصل بعده،
يحصل في أي وقت بقى، المهم إن أنا أبقى مستعدة نفسياً ومؤهلة إن أنا أعرف أتعامل معاه. تعرفي؟ إيه؟ أعرف أتعامل معاه. أعرف أتعامل معاه. ما تجيش يا روحي، أعرف أتعامل معاه. أصبح تقرأي الإحساس بيطلع، أنت عارفة الكلمة الصادقة هي اللي بتبقى على اللسان يعني، أنت عايزة إيه دلوقتي؟ أنت أنا عايزة إيه دلوقتي؟ أنت عايزة إيه؟ لا بجد يعني. بمناسبة اني هتجوز وكده فاحنا لازم نستشير الخبرة. اتفضلي. بمناسبة ان حضرتك ليكي باع كبير طويل وخبرة دسمة وعلاقات مهببة يعني ومتعددة. ايه بجد ايه؟ ايه كاكواوة ايه لا حلو هو ايه خلاص ايه يعني لا بجد الموضوع يعني بشكل عام يعني الدنيا لذيذة جدا. لا انا لحقت اتكلم يا ماما على فكرة انت مندفعة جدا حظي احلى حاجة واضح ان البنت دي انحرفت باظت انتوا رايكم مالي خليني مع العروسة ايوه يا روحي مش انت اللي خبرة ماما لازم نسألك عن كل حاجة يعني اذاني ادخل كده مش فاهمة لا مش انا سألتك عايزة حاجة انا في الخدمة اقول ايه ما هي قالت حاجة عشان تسألوني اصبري شوية انا بس عايزة افهم يعني لما انت حساني صح؟ ايه حساني؟ مش حساني؟ مش فاهماني؟ خالص يعني قصدي اعمل ايه يا ساره دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اوكي ها تعملي ايه؟ ايوه يا ما قالتش حاجه هقول قولي نرجع لموضوع هو ايه؟ ما هو ده الموضوع العلاقات والانفتاح والانفتاك البنت باظت البنت سخنت مني ولا ايه؟ على فكره هو نفس الموضوع اللي انا بسالها فيه صدقيني انا فاهمك بعدين انت قولي لي وانا هترجم اوكي قولي يعني انا سؤالي اللي كان في الاول لو نرجع لمرجوانا أيوة. انت أوكي. يعني مظبطه نفسك جايبه لانجري حلو لانجري حلو ازاي لانجري يعني ايه لانجري حلو لمين لا مين ده عيب على فكره عيب جدا يا لا قطع وقطيع خدي بالك ان عماد متحفظ جدا طب ما لا مفيش تحفظ في الحياه دي برافو عليه ايه مين اللي انت ايه انت خليكي محضر لا لا بجد عماد متحفظ ممكن يقول عليا ست مش كويس مفيش حاجه اسمها راجل متحفظ بجد ما قلتي على زي دي ده جوزي صدقي انت قلتي لي معلومه ما كنتش واخده بالي منها مفيش حاجه اسمها متحفظ ده جواز وهاني مون وليله دخله كملي لازم يبقى في دلع لازم في حاجات حلوه لانجري ظريف ايه انا بسمعك حاسه اني بكلم لوح الوان لا يعني اسود فاحمر فصفر اسود فاحمر فصفر يعني ازواق اللون الزبالة انا بحب اسود ماشي اسود ماشي بس اسود فاحمر فصفر المهم فيه لانجري ظريف ايوه حاجات جدتي وكده يعني في الحقيقه مش انا اللي جبت الحاجات دي ماما اللي نزلت اشترتها ماما ماما ازاي ماما لا ماما ما تجيبش الحاجات دي صح لا ماما هي اللي راحت جابتها وانا فاضيه فاضيه ايه يا جان يا حبيبتي ما في ما قستيش لا ماما ما عارفه ما قست وعلى مقاس ماما لا بقى مش للدرجات دي يعني لا لا بجد انت دمك تقيل انت ناسيه 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 عسكري انجليزي لا 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 مش عسكري انجليزي ولا حاجه بس فاكره زمان كنا اتكلمنا في حكايه ان عماد نمطي بتهيألي مش هيفرق مع الحاجات دي لا هيفرق بجد الحاجات دي يا ماما بتفرق مع كل الرجاله كلهم طب بقول لك ايه ما تيجي معايا لا تقريبا انت قلتي ايه المواضيع دي تقريبا خلاص قالت حاجه من ورايا انت بتكسفي بقى خلاص ماشي وشك سوف والله اتكسفت انت بقى اصلا لو ما تساليني هتيجي معايا هتيجي معايا تعالي معايا تعالي مع عماد انا مع عماد عادي انت صاحبتي والله روحي كان بودي والله بس انا سايباهولك ده انا متبرعه لك نعم بأمارة ايه تيجي معايا مش صاحبتي اتفرج ايه اللي ده الادب بتاعتك دي البنت دي سافله قوي لا بصي ما احنا احنا سايبينك انتي احنا بعتين راجل راجل بعتين الرجاله انا اللي شكلي كده مندوب مننا المفروض يشرفنا يرفع راسنا فانتي لازم تقومي بالواجب كامل طبعا ماما انا يعني لو وقفت في اي مشكله او حاجه اكيد هكلمك كلميني انا لا دي مرجع كبير وان تلفن اواي ها على طول على طول في الخدمه